اليوم وفي سابقة تاريخية تحتضن قاعة مرايا بمحافظة العلا شمال غربي السعودية القمة الخليجية في دورتها 41 لقاعة دول مجلس التعاون، وعن فكرة أكبر مبنى عاكس في العالم. أفاد مصمم المبنى المهندس المعماري الإيطالي فلوريان بوج أن قاعة مرايا تم إنشاؤها عن طريق الاجتزاء ونحت الكتل كما هو الحال في الهندسة المعمارية للأنباط. مزيد من التفاصيل عن قاعة مرايا في التقرير التالي. قاعة استثنائية في تصميمها وانعكاساتها، وإحدى أهم معالم محافظة العلا السعودية، قاعة المرايا. أطلق عليها هذا الاسم لاكتساء واجهتها بالمرايا العملاقة العاكسة لسحر الطبيعة الخلابة في العلا. وسجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية القاعة ضمن قائمتها كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم. تبلغ مساحة واجهة القاعة الخارجية 9740 مترا مربعا من الزجاج، ويعد المبنى العاكس موطنا لمشهد الفنون والثقافة في العلا وامتدادا للمنظر الطبيعي المحيط به، حيث يعكس حرفيا المنحدرات والتكوينات الصخرية الأسطورية ليتحول المبنى الفريد عملا فنيا في حد ذاته. تمت إزاحة الستار عن الواجهة الاستثنائية الجديدة لقاعة مرايا في حفل خاص أقامته الهيئة الملكية لمحافظة العلا خلال الموسم الثاني من مهرجان شتاء طنطورة عام 2019، واحتضنت القاعة التي تتسع ل 500 شخص كوكبة من أشهر وأبرز الفنانين العالميين. هذا وقد فازت القاعة بجائزة أركيتايزر أي التي تعد إحدى أكبر الجوائز المعمارية في العالم، حيث تركز على الترويج والاحتفال بأفضل هندسة معمارية خلال العام. وحصلت القاعة على أغلب الأصوات في فئتها لتكون الفائزة بجائزة الاختيار الجماهيري لعام 2020.